يكسر الصخرة حفاظا على الأطفال. والنعم والله والنعم فيه. هذه الأخوة هذه المجورة صاحب البيت طيب والله ما قصدي. قال كسر الصخر حفاظا على الجهال. قلنا ما يونتي ما يونتي أبدا. إذا هنيئا لأصحاب التراث، هنيئا لمن تصدق، هنيئا لمن أحسن، هنيئا لكل الناس الذين أشربوا وسهروا ووقعوا. هنا ولا هنا؟ هذا لك النجاح. انزل انت.